يا جار بيت الله ما لك جافي، ونداء ربك ليس عنك بخافي. غذاك من نعم فأنت خدينها، وحباك جسما طافح الأعطاف. في صحة تحيا وغيرك مدنف، وإذا مرضت فإن ربك شافي. يدعوك حي على الفلاح ولم تزل تعصي، وأنت منعم متعافي. وإلى المساجد سار من في جسمه سقم، وأقبل راعش الأطراف. وأتى إليها من به شيخوخة، وبقيت في صمم الغواية غافي. وبقيت تسمع في منامك أنها قامت وتمكث في وثير لحافي. أوما سمعت وعيد ربك صادقا، ونهلت من نبع الكتاب الصافي. هو آمر بأدائها ومحذر في مريم وبسورة الأحقاف. أوما علمت بأن موتك قد دنا، فتكون محمولا على الأكتاف. أوما حسبت